طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر. في محافظة أسوان تم افتتاح معرض الفنون التشكيلية بمشاركة فنانين من دول كتيرة جدا، السعودية ولبنان والكويت وسوريا وبولندا. المعرض بيضم نتاج ملتقى كيمة الدولي الثاني للفنون التشكيلية، واللي تم تنفيذها بمشاركة حوالي 25 فنان بإجمالي 38 عمل فني. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، معانا على التليفون الأستاذ مصطفى غنيم الفنان التشكيلي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. لو تكلمنا عن المعرض، عن الأعمال الفنية اللي موجودة في هذا المعرض. والله كان الملتقى احنا طبعا كان تحت رعاية معالي المحافظ سيادة اللواء أشرف عطية، وكان معانا فنانين من دول مختلفة، وكانوا سجلوا، يعني احنا كنا بنرسم من أسوان، يعني ما حدش رسم حاجة خارج عن أسوان، وكله واحنا على ضفاف النيل، واللوحات كلها كانت بتدل عن أسوان. طبعا كان في ورشه، الورشه دي مجهزين الالوان واللوحات وكل حاجه كانت جاهزه للفنانين، وكل فنان ابتدى يعني طلعنا جولات الاول باللانشات، شافوا ضفاف النيل كلها، وكل فنان سجل في ذاكرته بعض الاماكن اللي هو كان هيرسمها يعبر بيها عن اسوان، وكان طلع حوالي 36 عمل فني، وشاركنا معانا فنانين من اسوان، اربع فنانين من أسوان شاركوا معنا. طيب احنا عارفين ان في دول زي السعودية ولبنان والكويت وسوريا وبولندا شاركت، هل في دول تانية شاركت؟ وعدد الفنانين المشاركين في المعرض كام فنان من داخل مصر ومن خارجها؟ يعني هو كان من خارج مصر كان حوالي 13 فنان، وكان باقي الفنانين كنا كلنا 34، كان كلهم من الباقي كله كان من مصر. طيب في فنانين تشكيليين دارسين فنون جميله، وفي فنانين هو وممارسين الفن. طب هل كان في قضيه معينه مثلا تمحورت حولها هذه الرسومات، ولا الرسم من اسوان يعني الموضوع مفتوح يعني؟ لا، هو كان الموضوع مفتوح، كله كان من أسوان. وميزة الاحتكاكات الفنية أو الورق الملتقيات الفنية إن بننقل خبرات بعض، كلنا بنشتغل قدام بعض وبننقل خبرات بعض، وأنا عملت لهم ورشة طباعة لاينو، وكان مجهزين لهم اللاينو والأحبار والرولات وكل الأدوات، وكانت ورشة ممتعة جدا جدا، وسجلنا فيها أعمال برضو من أسوان، يعني كان في رسومات بتدل على أسوان اتعملت طباعة لاينه ابيض واسود. من اهم الحاجات اللي بتساعد على نجاح الحاجه او التخطيط ليها اختيار الزمان واختيار المكان، ليه تم اختيار محافظه اسوان بالذات لاقامه المعرض وبالذات في التوقيت ده؟ محافظه اسوان طبعا ضفاف النيل دي جميله جدا، وبتوحي للفنانين يعني انت عارفه حضرتك الفنان اما بيشوف، احنا طول ما احنا ماشيين باللانشات شايفين اماكن جميله جدا، الجبال، الميه، الاشجار، كل الحاجات دي، زائد طبعا الاثار اللي احنا شفناها، زرنا معبد فيله، رحنا المتحف النوبي، كل الحاجات دي كانت مؤثره عند الفنانين وتركت اثر كويس قوي في الاعمال بتاعتهم. طيب هل شرط يكون في سابقة أعمال الفنان عشان يشترك، ولا ممكن حد يشترك لأول مرة؟ هل في معايير لاختيار الفنانين المشاركين؟ والله هو بيبقى في معايير طبعا، بيبعتوا بعض أعمالهم وبنختارهم طبعا عشان نتاج الورشة يكون قوي. فالفنان بننزل عن طريق الفيسبوك، بننزل لهم دعاية للملتقى، الفنانين بيبعتوا الأعمال بتاعتهم، بعض الأعمال، وبيتم اختيارهم. أكيد كل الشكر ليك الفنان مصطفى غنيم الفنان التشكيلي، شكرا جزيلا ليك. طبعا ما فيش شك ان المحافظه في التوقيت ده زي ما كانت منى بتتكلم دلوقتي مع الاستاذ مصطفى جوها جميل جدا، فهو بيشجع كل الناس ان هي تكون موجوده، وفكره انك تكون موجود في مكان ساحر زي محافظه اسوان في اثار وفي نفس الوقت الجو الجميل ده، اعتقد انه بيكون عامل ابداع كبير جدا بالنسبه للفنان انه يشوف هذه المناظر الجميله، فاعتقد انه بيخرج كل الطاقات الابداعيه اللي جواه. اكيد يمكن كمان احنا مش بنتكلم على المكان فقط، احنا بنتكلم على اختيار المكان واختيار التوقيت. فنانين من دول مختلفه جم شافوا جمال المكان وشافوا جمال الجو، اعتقد انهم ده هيبقى سفير كويس جدا لتنشيط السياحه اكتر واكتر.
بالإضافة كمان لالتقاء الثقافات من خلال الفن.